الحين بعض الأطياب كناحية كيميائية في الصيف تصير حارة، هل لها خلطات كيميائية معينة؟ إن في الصيف يكون لها خلطات، الشتاء شيء ثاني، في النهار العطر مثلا يعني يكون أفضل، في الليل لا. أي حياك الله. الله يحييك. أنا عندي حلقة نزلتها عن بعض مسببات السرطان، بعض مسببات السرطان يا شيخ. البخور، البخور الصناعي، العطور خاصة اللي ترش على الجلد مباشر. إن لحظة شوي، الدكتور باسل ترى في الطب البديل. أي نعم. الطب الأصيل عفوا. الطب الأصيل. كل ذا الأطياب وكل ذا الدنيا وكل صادق يا شيخ. نعم. ولذلك يقول لك من المعقمات اللي زي ما قال دكتور جابر، تعقم بيتك من البكتيريا والفطريات وتبغى تقتلها تحط جاوي، بس لا تجلس في البيت، تحطه وتطلع، لأنه يقتل كل شيء، يدخل الرئتين يسوي لك مشاكل وتستنشقه، ويدخل الرئتين ويبدأ جسمك يتنفس هذه المادة، وذلك يكون خطير. البخور الصناعي برضه خطير، لأنه يدخل، إيش حطوا عليه من مواد أنت ما تدري كيف صنعوه، ما أنت عارف إيش المواد، يعني في مجموعة من المواد والعطور يحرم تسخينها، أستطلع بخار يحرم، تناخذ على البارد، ما تأخذ على الساخن، وهم يحطونها على السعطون كناكة، ما هم عارفين مساكين. زي مثلا الشيشة، تصنيع الجراك، منو اللي صنع الجراك؟ ما حد عارف، فين؟ ما حد عارف، إيش المكونات؟ ما حد عارف، كلها بطريقة غير نظامية. ولما توضع على الفحم أو على الجمر وتستنشق، إيش يصير فيها من تفاعلات؟ إيش ينتج من أول أكسيد الكربون؟ إيش تنتج من مواد مسرطنة؟ ويبدأ الإنسان يستنشقها في الرئتين، وذلك خطورة الرأس الواحد من الجراك هذا يعادل 40 سيجارة. لا شوي. عفوا. الحين معليش. الشيشة وشون هو يشرب، يشربها يدخلها في رئته؟ معقولة؟ ما هي الشيشة أصلا عبارة عن مادة مكونة من 11 مادة تقريبا، فيها بعض المواد زي الرمث، يضيفون مادة اسمها الرمث مثلا، له يضيفون زجاج، هي وش إنشارة خشب وفواكه ولا؟ ما أبغى أكشف السر عشان ما تأخذون الصناعة حقتها، لكن لا 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 وشان منا بالحمد الله يفاكنا عنها. لا بس أنا أتكلم، أنت تقول يدخل فيها، أعوذ بالله، يدخل فيها نعم 11 نوع وممكن يسبب أنواع من السرطانات، مسرطنات. يكفيك استنشاق أول أكسيد الكربون ناتج عن الإحراق، هذا سام يكفيك، بس هو غير ثاني أكسيد الكربون. ترى المشكلة إذا كنت جالس مع ناس محل مغلق يشيشوا، أو مع ناس يدخنون، ليه؟ أنت تستنشق دخان سلبي. إيش معنى سلبي؟ يعني زيادة لل 400 مادة ضارة اللي أخذها الرجال في السيجارة، طلع زادك ثاني أكسيد الكربون فوقها، أنت تأخذ كم؟ 401، لأنك أخذت ثاني أكسيد الكربون زيادة غير أول أكسيد الكربون موجود فيها. هنا الخطورة لما تستخدم مادة مصنعة لا يظهر أثرها في الجيل الأول، بل في الجيل الثاني، بل في الجيل الثالث. يعني لو واحد دخن بتأثر عليه، تظهر بالحيوانات المنوية، أو أولاده يحملون هذا التغير ويظهر في أولاده يحرم نفس الحكاية. يعني قد لا نكتشف أثر الآن في 50 سنة هذه، ممكن في 100 الجاية يظهر أثر الدخان اللي أخذته قبل 100 سنة. جدك المشكلة الحين الله يكفينا الشر، بعض البنات انتشر عندهم يعني تساهل في الشيشة وفي الإلكترونية، هذا اللي تجي فيها لمبة صغيرة أخطر، وهي هذه أخطر بعد، أخطر لأنه الإحراق فيها غير تام. رقم 2 الإحراق صناعي، 3 المواد ما ندري، يعني إلى الآن يعني معليش في الكلمة، التبغ معروف أنها شجرة، هذه هو الدخان، لكن عندما يصنع وتصبح 400 مادة فيه، ما ندريش فيه، ما ندريش مكوناته، إيش حطوا؟ مادة قابلة للإحتراق ولا لا؟ مادة قابلة للإدمان؟ يعني الحين واحد أضحك عليه مرة قال والله إن ترك الدخان أبسط حاجة، قالوا كيف؟ قال تركت 400 مرة ورجعت له. إذن ما هو سهل ترك الدخان، ليش؟ إدمان المواد الموجودة فيه خطيرة، يعني تركته تقعد شهر وترجع، بعدها شهرين وترجع، تنظيف جسمك منها أخطر من المخدرات، أخطر من المخدرات. بس في ناس ما شاء الله اتركوه، ممكن راح للطبيب عنده جلطة ومنتهي. لا 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 لا, لا. إيه؟ في ناس راجعوا جمعية أخذ الحبوب. اي عجيب. اي أخذ لا لكن من نفسك ما تقدر توقفه، تفكر فيه، تشوف أخطاره وتوقف. صح. إذا صار عندك عزيمة، صار عندك صح، يعني ممكن عزيمتك غير عزيمتي، في واحد يتخذ قرار وأنا أوقف عند قراري ولا أتغير، وفي واحد لا يتخذه في الليل يفكر ويرجع. زملاء أدخن ودخن، هذه مشكلتنا. حتى مدمن المخدرات يتعالجوا في شفاهم الله منها، زملائهم السبب في العودة. لذلك حنا نقول للمدمنين، لأني أنا مدرب في نبراس مكافحة المخدرات، نقول بعد ما يبدأ الولد يتشافى ويتعافى انقلهم البيئة،
روح بو جدة، روح بو الرياض، روح بو مكان غير البيئة اللي هو فيها، عسى ما يقابل نفس الزملاء يعيدونه مرة ثانية نفس اللي كان عليه. يعني مهما عملت وتشاف الولد ورجع مرة ثانية بيرجع نفس اللي. يعني جلوسك مع ناس مدخنين خطير أو يشيشون ضررها أكثر بعد. نعم. الأمر الثاني أنك أنت الحمد لله من عليك الله بالهداية وتركته. نعم. كونك تجلس معهم ممكن أنك تدخن ترجع. سلبي تدخن سلبي. وذاك الدولة مشكورة ما شاء الله، شفت نظام ممنوع الواحد يدخن مع أولاده في السيارة وفيها مخالفة. عجيب. ممنوع تدخن وحرمتك معاك وفيها مخالفة. يعني الدولة حتى هي عارفة خطورة هذا الشيء. التدخين حتى اللي يطلع يدخن في وسائل التواصل ممنوع، في المطارات ممنوع، في المستشفيات ممنوع، في المدارس ممنوع، محاصرة في كل اتجاه. طيب سؤال. نعم. الحين الغرف الصغيرة اللي في المطار اللي يجمعون 5-6 الله يشفيهم يا رب العالمين. آمين. مو بينكتمون ولا يجي شيء يشفطهم؟ يعني يشفط الهواء معهم هود شافطه لكن لا لكن انا وش حادكم قاعدين في مترين في مترين عند الله وخلقه متجمعين في هالمحل يعني وشفاف نشوفهم. ما ادري انا اقول هل فيها غرفه انت يعني فيها شفاف فيها شفاف هود شافطات. لكن المشكله ما يتعبون مع بعض؟ لا هو مدمن نكوتين لازم ياخذ الماده هذه، اذا ما اخذها جسمه ياكله. ما يصح يصب قهوه يصب شاهي يصب ما ينفع. النكوتين غير الكافيين. النيكوتين مادة قذرة إذا تعود عليها الإنسان ما عاد يقدر يتركها. ولذلك شوف أنا عفوا يا دكتور لا تقول تزود الطينة بلة، حين نبي الناس يتركونها. لا تقول إلا اللي بيقعد، قل إلا إن شاء الله بيتزين. أقول إن شاء الله تزينين ما تزين واحدة. خلاص أنت قفلتها الحين. وش الدكتور اللي لزقها في العالم؟ لا في حبوب الدولة تصرفها غالية جدا، تصرفها مجانا. حبوب اسمها تشامبيكس اللي ياخذها ان شاء الله خلال شهرين يستطيع ان يترك هذا العادة ويترك هذا تشامبيكس. شامبيكس وفئتها، لان الحين شامبيكس طلع عليه شوية تحذيرات. طيب فتباع في الصيدلية ذي؟ تباع لكن دولة تصرفها 9-3-7 تتصل عليهم. ام عندها ولد مدمن تقول عندي ولد كذا كذا، يقولون يلا هذا موعدك في العيادة تعال خليه يتعالج. عيادة مكافحة التدخين موجودة في كل مكان في المملكة. وانت عضو في نبراس، وش تصير نبراس؟ نبراس هذه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. حنا انا وزارة الداخلية. نعم. قالت على نفسي انا احتسب 10% من بقية حياتي لمكافحة المخدرات، في قناتي، في محاضراتي، في زيارة المدارس، اكثر من 1000 زيارة زرت المدارس والجامعات مجانا في انحاء مدن المملكة لمحاولة تعد الناس بخطورة المخدرات. اول ما يبدون التدخين هل هي مرحلة الثانوي والجامعة؟ ولا عقب شوي ولا قبل؟ 95% ممن انزلقوا في المخدرات في عمر ما قبل 24 سنة. قبل 24 سنة يعني مراهقة. هذه أخطر مرحلة يمر بها الإنسان. ولذلك لازم نحتوي أولادنا، وإذا شفنا عندهم أشياء غريبة في جيوبهم نحاول نوعيهم بخطورتها. ما أقول يعني نحاول نوعيهم بخطورتها، أنه تبدأ الدلع وتصير في النهاية ولع وإدمان. ولذلك المخدر الدخان يعني بس على أساس يعون الناس، أنا دائما أحاول أحاكي العقول. قلت تدخن 10 سنوات والله يستر عليك، كل سيجارة تأخذها مثل اللي عنده خشبة، وكل يوم تضربها ضربة ضربتين، كل سيجارة تعتبرها ضربة. طيب واحد سليم عنده هذا الخشبة بس ما يضربها، لو جت ضربة قوية للاثنين من تتوقع يتحمل؟ كلها بقدر الله. لكن اللي ينضرب كل يوم حتلاقي صارت الخشبة إيش؟ ركيكة، وبذلك أي ضربة قوية راح تنهي حياته. وبذلك معظم المدخنين والعياذ بالله يصل مرحلة 50 سنة أصبح عنده تصلب في الشرايين، أصبح عنده مشاكل في الرئة، أصبح عنده مشاكل في مسببات السرطان، أصبح عنده ضعف جنسي. سيحتاج فيها إلى كمية كبيرة من المستشفيات اللي تتبناه بعد حدوث هذه المشكلة. يعني كانت الدولة مشكورة زمان إذا واحد جاه أزمة قلبية يروح المستشفى لمدة 2-3 أيام على حساب الدولة، المستشفى كان بلاش. طيب الآن جاء نظام التأمين، التأمين إذا عرف أنك مدخن ولا عندك مشاكل ولا عندك تأمينك أعلى، إذا ما بأمن عليك. إذا تأمينك اللي كان تأمين العادي 10، المدخن 30,000، لأن أمراضه كثير جدا. عجيب. هذا النظام العالمي، ما هو نظامي أنا. في العالم كله التأمين أغلى، اللي عندهم أمراض أغلى، فاللي عندهم دخان يصابون بأمراض أعلى ويحتاجون عناية ويحتاجون إنعاش رئوي. إذا ما أخذ الإنعاش ليلتين في المستشفى قيمة الليلة 3,000 ريال بيموت. ولذلك مدمني الدخان ودنا يخففهم. أنا عندي طريقة للتخفيف ممتازة وتسحب المادة السامة منه. كل شهر خذ نصف الكمية اللي تأخذها، يعني كنت تأخذ باكت قلل شوي، قلل ألغي النص وخلك الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده نصف النصف، تلاقي النيكوتين قل في جسمك دون أن تأثر. ذلك كان في رمضان قبل الفطور بساعة ما أطلع من بيتي، لأن الناس قبل المغرب
يحتاجون نيكوتين، تلاقي ور بالسيارة يصدم ويلعن ويسب وما أدري بسبب تأثير المادة الموجودة في جسمه إنه يبغى يفطر عشان يأخذ السيارة هذه. الوضع خطير، ما الوضع بسيط، الدخان عدد مهول تأخذ في اليوم، استيرادنا له عالي جدا، هو أول درجة للمخدرات، يعني ما شون أحد أخذ مخدرات بدون دخان. أنت لك عيادة، لك شيء للأسف سهل التواصل معك فيها؟ عندنا الدولة ما هي مقصرة، 9 3 7 9 3 7 تحجز موعد عندهم لطلب الإقلاع عن التدخين، ويعطونك علاجات غالية مجانا، يعني قيمة الشامبكس 300 ريال ولا شامبكس وفريقها، أنا أقول يعني هي في أشياء كثيرة جدا أحسن منها، راح تجيك مجانا، يعني الحكومة والله ما هي مقصرة وقاعدين ينتبهوا لنا ويعالجون. وعندهم سيارة ضخمة ممتازة، جمعية مكافحة التدخين. نعم، السيارة هذه يورونك وشلون اللي رئتها سليمة مدخن واللي رئتها ميبسة يعني سليمة، والمدخن يوريك مثلا حوار ونقاش، وفي متخصصين مو بوعاظ وبس، لا متخصص ودارس وفاهم على طريقة الإقلاع إلى غير ذلك، والحبوب اللي ذكرتها ضيقت صدورنا. أنت قلع بيجيكم عز جنسي وكلهم بيتوبون، صدق والله أنت ما كذكرتها، قلت أن بيجيها سرطان وبيجي قل ذا وبس. قوة أبو عبد الرحمن سام، في شيء قوي جدا، والدكتور ينبه له دائما في قضية اترك الشيء لله. صح، ترى هذا من المعينات على قضية أنك تتشجع في الدخول في مثل البرامج هذه. نعم، يعني اجعل أنك تقدم على تجربة تجعلها لله، ابشر بالخير والأجور يا شيخ. في ناس انتابوا في يوم، في يوم وليلة، ما يحتاج كل يوم أن يأخذ نص ثم الربع. قوي، عنده يقين وقال تبت له وكسر الذو وخلاص. أقول في ناس